به اليوم لأعماله الفنية التي لقيت استحسانا سواء داخل أرض الوطن أو خارجه تحت التصفيقات ديالكم الحارة. كنطلب استحسان بالجمهور تشوفوا على انه راه عملاق في السينما المغربيه وتصنتوا ليها مزيان. هو فنان ومثقف وهادئ طبعا واخا كيغضب دائما هادئ وانيق وجميل ومبدع. وزيادة على هذا كل واسمعوني عفاك باش تعرفوا شكون هو المحتفى به. وانا كنشكر كل المنظمين على هذه الفكرة النبيلة وهذه المبادرة النبيلة انهم يكرموا سي حسن بن جلون في مدينة حدكورت الجميلة وناسها الطيبين. حسن بن جلون مثقف مخضرم يمكن له يهضر معاك في اي موضوع بغيتي ماشي غير السينما ولا في كل شيء. يهضر معاك في السياسه ويهضر معاك في الدين ويهضر معاك في المجتمع ويهضر معاك في الفن وفي كل شيء في الماكله وفي اللي بغيتي. عنده ثقافه وهذا كله ساعده في الافلام ديالو لان الثقافه هي اللي كتنفع. اللي ما عندوش ثقافه كيكون الابداع ديالو محدود. هو فاسي من فاس ولكن كبر في السطات ولكن انتم غتسمعوهم دابا شويه. الهضره ديالو ماشي عروبيه ماشي هذا هو بقى داك غا 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 يعني فاسي الاصل. هو عالم هو سيونتيفيك هو رجل علم اولا هو صيدلي صيدلي وفنان. وهنا كاين الخطا باش الله يخليكم تعرفوا هذه القضيه هذه. كاين اللي تيقول له هذا صيدلي اجابوا للسينما. خطا لان علاش؟ لان الفن ما عندوش علاقه بالمهنه عنده علاقه بالانسان. البوليسي يمكن يكون فنان العسكري يمكن يكون فنان ما كلشي فنانه. الشاوش يمكن يكون فنان الفلاح يمكن يكون فنان. فاذا ما كانش القضيه هذه هذا كجابوا للسينما وهذا طبيب جابوا للسينما وصيدلي جابوا للسينما. بالعكس اكبر العلماء في العالم هما اكبر الفنانين.
هو درس الاخراج ماشي ما غير جاو تلعب في السينما، هو درس الاخراج باريس وتكون في السيناريو وخذا ديبلوم في الاخراج. هو مخرج والسيناريست يعني كيكتب السيناريو كذلك ومنتج كذلك، يعني كيقوم بهذه المهام كلها. انا ما نطولش عليكم، اشتغل في السينما وفي التلفزيون، دار اعمال سينمائيه واعمال تلفزيونيه، دار افلام قصيره وافلام طويله، دار افلام وثائقيه وروائيه، يعني داز من كاع المراحل كلها داز منها قبل ما يوصل للافلام الطويله الروائيه اللي بدات في 1990. هو فنان، قضيه اخرى مهمه هذه، لان هو فنان مناضل فاعل جمعوي. كل ما كانش مناضل وكيحب الفن ديالو ما يجيش لحد كوت، حتى هو كان غادي يعتبر. فهو ضحى بوقته بعماله بكل شيء وجا باش يلتقي معكم هذه الاشياء هذه، لانه هو كيحبكم وكيحب هذا الميدان هذا. هو اللي سبق له اسس عده جمعيات وشارك في التاسيس ديالها وشارك في جمعيات اخرى، وكان من المؤسسين ديال النادي السينمائي للفن السابع ديال سطات، هو من المؤسسين ديالو. اعمال دار الاعمال ديالو، يعني دار مجموعه الاعمال، ولكن انا غنقتصر غير على الافلام الطويله السينمائيه الطويله، واليوم غتشوفوا واحد من الافلام ديالو هذه العشيه ان شاء الله هذه الليله، اللي هو فيلم ماشي يا موشي، يعني على الهجره اليهود من المغرب لاسرائيل. انتم غتشوفوا اليوم كيفاش كان الموضوع مهم جدا، موضوع تاريخي. فهو لحد الان عنده 10 ديال الافلام طويله كلها ناجحه وتعرضت في العالم كله، واختار بعض منها، خذا العديد من الجوائز. هو المواضيع ديالو مواكبه للتطورات ديال المجتمع، المراه يعني وضعيه المراه على الهجره غير الشرعيه، هذو اللي كيحرقوا دار عليهم، على هجرة اليهود، على مجموع السياسة سنوات الجمر كذلك، يعني مواضيع اللي فيها جرأة، فيها جرأة في التناول. وباش ما نطولش عليكم، من ضمن الأفلام الأولى ديالو أول فيلم، صابو بفلوسو بوحدو، هو عرس الآخرين. وهذا عرس الاخرين هو فيلم اجتماعي وكان ناجح من اللي خرج في 1990، ولكن دابا هو عاد بدا ديك الساعه في السينما، باقي مخلوع، عاد دخل ميدان السينما. وهذا الفيلم هذا وقع له فيه مشكل اللي كان يمكن غادي يبعدوا على السينما نهائيا، ما كنتوش غتعرفوا كاع حسن بن جلول ولا تشوفوه. وانا بغيته دابا وغنلح عليه أن يعاود لكم هذه الحكاية، يعني المثيرة اللي وقعت له في هذا الفيلم هذا، وأنتم غادي تشوفوا ديك الساعة حكم عليه. وشكرا لكم. مساء الخير. شكرا للأخ عمر على هذه الكلمات اللطيفة. حد كوت من هذه تنسمع بحد كوت من هذه سنين وسنين، من تقريبا شي 45 عام وانا تنسمع حد كوت. وانا اليوم سعيد جدا لانني جيت وشفت حد كوت، لان كنت داخلي بعبد الملك السعدي بالقنيطر، وكانوا معايا الدراري من سوق الاربع، من سيدي قاسم، من وزان، ومن حد كوت. تنسمع حد كوت الدراري بزاف ديال ولاد حد كوت كانوا معايا في هادشي، تنوي لك هاد الستينات، اواخر الستينات. وكنت دائما تنتمنى نجي نشوف حد كوت. كنت في سيدي قاسم، كنت في سوق الاربع، كنت في بالقصيري، وحد كوت ما عمري ما وصلت لها. وانا اليوم ما تقدروش تصوروا السعاده ديالي فاش شفتكم بلي عندنا. تنشكر المنظمين، تنشكر الناس اللي خموا فيا
هذه الالتفاته اللطيفه باش نجي ونتلاقى معاكم. وانا سعيد جدا لانني تنشوف الشباب والشابات ديال المستقبل، شابات اكيليبري متوازنات، لانكم تتغنيو مع الجوق بواحد الجراه وبواحد سبونتانيتي تلقائيه. هذا دليل على انكم الحمد لله عايشين مزيان، وتنشوف بان منكم غادي يكونوا فنانه كبار، وغادي يكونوا مهندسات، طبيبات، مهندسين، اطباء، صيادله، عده اشياء، لانكم بين يدي ايادي امنه، ايادي الله يخليها لنا كلنا، لا السي قاسم ولا الجماعه ديالو كلها ولا ليلى. القصه ديال اللي قالت القصه دابا هي في الحقيقه ما كانش ما خصنيش سي عمر ورطني، سي صحيح ورطني فيها، لان هي في حقها ما خصهاش تعاود، لان عرس الاخرين تيدوي على هادشي تصور في التسعينات، خدمنا فيه في 89 تصور، وكنا وجدناه في 85 86 وحنا تنوجدوا فيه. تيدوي على لي ديبلومي شومور المعطلين في ذاك الوقت، حاملين الشهادات المعطلين، لان كنت انا حسيت بها جايه ديك الساعه ما كانتش. وتيتكلم كذلك على كانت ازمه السكنه، تيتكلم على عده اشياء، ولكن في واحد قلب روائي، لان قدرنا ندوزو بلا ما يكون مقص رقابه يرد البال الفيلم. وملي خرج الفيلم عاد حسوا به بانه صعيب، ثم فين كانت عده مشاكل مع المؤسسات ومع سيستم مع الريجيم مع كل شيء مع النظام. وهنا كانت دست من حالات سيئه صعيبه، لان الفنان هو قبل كل شيء خصو يكون، الا كان باغي الفن ديالو خصو يبقى شاد، يبقى صامد. و